اولا انا جيت سعيد بهذه المشاركه في المهرجان العنب الدورة 12. كنشارك فيه من بدايات ديالو، غالبا دابا المشاركة التالية على التوالي اللي توجات هاد السنة بمشاركة وسط من سهرات الكبرى. صراحة شرف ليا وانا جد سعيد بالمشاركة واللي كنمثل فيها الاقليم ديالي اقليم بن سليمان، وتمنينا من الله المهرجان يكون ناجح كما كنشوفوه دابا. صراحة مهرجان بمواصفات دولية كيشرفنا وكيساعدنا بشكل كبير باش نبرزو بشكل جيد، وكنقدم كلمة الشكر للجمعية رواد للتنمية على الدعوة للمهرجان وعلى المشرفين والأستاذ الشرقي السروتي والكل والصحافة. السلام عليكم، مساء الفن عليكم، مساء الفن للمغاربة كلهم من طنجة حتى القويرة. توحشكم بزاف، وأول مرة غادي نطلع في مهرجان العنب لجماعة شراط، خصوصا وسط الناس الأول مرة غادي يجيو عندي يشوفوني ويسمعوني. نتمنى نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله، وكنشوف كاين حضور مكثف. نتمنى نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. شكرا.